عشر راسي دولار رمضان لا وراسي قيم والو والعواشر مبروكة هيا تصوم إن شاء الله سلمان وخا إذا نايم سوا مشي كانت غوريت ميزار كانت غوريت ميزار كانت تراكتورات البادوزات هو راي نقل الراي يا سغداد يقل الراي وما نجي الصوت وكن خيون خسنات ندايتشي سكتوا سكتوا لا نعيد على حد يدان عندكم يلا سكتوا وقلت الراي كرخي ونخسنات انتاي تشين ويو تعرف ديو تمازيغ داري تناغم في المحل هاش ما غيثي فغل ويقرب ذي العذاب قران داي النغن دا تينيخ يا ربي يا ربي مشور مصلاح انت دا تقسنات النعياذي اسم في عذر ربي داي خاسيات عياد إيوا دان دريه انت مازيغ ذا لي عرق الوالو الدون دريه انت عرب ذا لي عرق الوالو إيدان الشيخ موحن دا جيضان السيار غوري والو غاري كذا لي عرق دا الشيخ ميمون هايون واس هاد كيخ ذا السوق قدوخ ذا المقضيات ايو ذا غري خامن سرسخ الحوايج هاني قريوني سليني خامن نام سخيخ سبوراو هذا تخمام خذيت قندي إذا لسامي تداد جنود هذا واحد التمازير ناي حميد ماشي ياغر هذي غاز مرسوج وذا تواق ناش ماك وقعان ني غاز الكايدي كان السوق نكغل باب السوق وفي غذي الحلقة إلا ديسو شواف يغرس يسمينو إنا يواش انتاه وحميد ني غاز أنا إنا يمجو الجوج عيالات ني غازيه إنا يوحدا شلحة وحدا عرفية النغاسية إنا يوحدا سميتها فاطنة وحدا حدهم النغاسية إنا يرى وحدا فيهم غادي تموت ورصريخ الغير إتشم غرائي مثني تعرف هيد وما هي تمازيغ تمازيغ تحنى شوي وكان رزمي مطاون شر وخلول ذاتو أمارو أيد انت تمازيغ أمارو ما غايزور أسكتونا الشباب سكوت سكوت غادي تسكتو واخا ما تسكتوش غادي ينزل انا راه مشيت للمهرجانات كنكونوا فيهم 20000 ديال البشر في 91 خلينا من هاد الشلحه غادي نولي بها العربيه نهضر معكم بالعربيه في 91 91 كان واحد المهرجان فيه ريافه سواسه الانجليز سبليون نطلع المذيع بحال هادشي اللي كدير لبنى الشباب سكتونا والله تتفرجوا ما سكتونا طلع فوق الميل صبح على شي اللي كدير لبنى كيعيط بالسمية شكرا كنشكروكو كنشكروكو يا شباب طلع فوق الميل صبح كيعيط قالهم واش كاين شي انجليزي هنا طلع عندو الانجليزي قالو بغيناك تقول لينا اش من معززة وقعت عندكم في الانجليز هادشي في 91 قالوا المعززة اللي وقعت عندنا في الانجليز الراجل عنده غير جل وحدة وداروا له الجا وجاب الحديدة وشارك في الماراثون ودا ميدالية ذهبية برجل ونص شوف المعززة قالوا له انزل قالوا واش كاين شي صبليوني هنا طلع الصبليوني قالوا واش من المعززة وقعت في اسبانيا قالوا الراجل عنده غير يد وحدة وشارك في البوكسور ونجح ودا ميدالية ذهبية بتونس شوف المعززة قالوا شكون اللي غادي يهضر على المغرب هزيت انا يديت له قال لي ياش من معززة وقعت عندكم شكرا قال لي ياش من معززة وقعت عندكم انتوما قلت له المعززة اللي وقعت عندنا احنا في بلادنا شدينا الراجل وقطعنا له الراس وركبنا له القرعة ديال الطعام ونجح في البرنامج ها شنو ظهر لكم ها الجمعة الفايتة الجمعة الفايتة الراجل بس حواش كان على طهارة بغا يصلي
جاب الطعام جاب الحليب جاب اللحم، قال المراه ديري الغداء اليوم ان شاء الله غادي يجي شي واحد من الجامعه يتغدى معنا. امشى المراه دارت الغداء واجلس في الدار، بقى كيتفرج في التلفازه. شوي شوي بداو صحاب الرباط في التلفازه، قال علاش نمشي للجامعه والجامعه قريب عقز. الله يخلف عليك كامل يمون ورحو، ها الناس اللي كيعرفوني كيجيو عندي البلاد، هذا شي ربي العزام يمون ورحو. واش هذا ميمون ديالكم؟ فراه كنسال فيه النص، هو وسيدي اش يسترمون انا؟ هذا يصلح ربي يرونج، هذا شي شربي انا دريت انا غير شي شبهن، انا غير شي تصداقن، انا غير شي ترحامن، شي تري الله ورشي ضياع ربي ديس هذه يصير حمر ربي الوالدين، الرش على ميمون ورحو، الرش، هز غرتو هز غراتات، زيد، امثال، احبس. المرأة طعام بقى جلس السيد عند التلفازة، غنمشي للجامع ما نمشيش نمشي ما نمشيش. واحد الوقيتة اش قال له الشيطان؟ قال له التلفازة حداك، ملي بقاو يصليو اصحاب الرباط صلي معاهم، حط التلفازة بينو وبين القبلة، اجلس تحت الصلاية اجلس حتى كملوا الحديث، ناضوا يصليو صلى اتغدى في العشية، خرج تلقى مع الإمام ديال الجامع، قالوا أحسن بقي وقيلا درت الفالطة، قالوا أشنو؟ قالوا ودي راني وجدت الجمعة على طهارة، ولأني عكست وجدت التلفازة وجلست كنتفرج في الخطبة، ملي ناضو كيصليو صليت مع التلفازة، قالوا البقي صليتي مع التلفازة؟ قالوا ييه. قالوا واش عندك ثلاجه في الدار؟ قالوا لي قالوا دير عليها شي ازار كحل وحش انت والمراه غير في الكوزينه، كاع ما تمشي لمكه وثلاثه د الجبال. شكرا. اشوف شوف والله لعز المغرب، عاش المريض، عاش المغرب، عاش المغرب، عاش الملك ديالنا، الله يسترو. كتعرفوا انا تخاصمت مع المرأة عندي راه الكتابة كتطلع قريب الفيلم يكمل، أنا غير كنجي كنشوف الجواد ومازال صحيح رانا كبير في العمر، ولا إني ملي نتخاصمو تخاصمنا هي حلفات ما تهضر معايا، وأنا حلفت ما نهضر معاها كاع، هي حلفات وعاونوا نفسك، هي حلفات ما تهضر معايا، أنا حلفت عاود ما نهضر معاها. يا خويا اش غادي نقول لك؟ والنفس النفس، واش عقلتو فاش مشاو المغاربه لابيتو يلعبوا الكره؟ على حقاش كانوا دوك افريقيين كيحلفوا فينا قالوا غادي يردوهم على رجليهم، وكلشي خرج ولادي مشاو للقهوه جلست غير انا وياها، هي فيها حتى هي الروح الرياضيه وانا اكثر منها، وكتجي وتمشي في الدار هكا وما بغاتش تجلس وانا حاضي التلفازة، هي حاضية التلفازة، هي غادي كتمشي وتجي. واحد الوقيتة وفاش سجلوا البيت الاول وما حساتش براسها وجات كطير قالت لك بيت يا حميد بيت بيت بيت، وقلت لها بيت يا مدام شوفيان. صرحتنا التلفازة انا عز المغرب نعقبال خطرة اخرى يجيبوها ان شاء الله. عاش الملك وعاش المخزن ديالنا وعاش الجيش ديالنا اللي هز علينا الصهد والامن ديالنا. عاش الملكه بنتي غير يرضو ربي الله يرضي عليك، وعاش حتى الامن ديالنا وردي الامن هادي تسرح لغدا تقسمتي هي على اربعه ما لقاك غير الصباط. واحد الراجل عندنا في الصيف شهر سبعة، كتعرفوا الحرارة ديال شهر سبعة، وساكن غير في البرارك ومدور به الدبن والكسب، ما حاولوا شوية على الهضرة، ولكن انت بغيتي نولوا أنا وياك ثنائي أجي لهنا، الله يرضي عليك. واحد الوقيتة شافوا العافية الدخاخل، العافية الله يسترنا يضا
ومول تراكتور مول البهيمه مول البغل اجاو وين الصهد الحراره ما قدرت واحد يقرب ومول الدار دار واحد الكاشه الله يغطس وجبد المراه عاود غطس جبد الولد عاود غطس جبد البنت داكشي اللي عطى الله ولا غير يغطس ويخرج من هنا ويخرج من هنا قالوا له الناس ها هي البنت ها هي المراه ها هي الولد ها هو علاش كانت اخت صغيره باطل غاش تكشي واحد شي حموده تما تاكلك العافيه وقال ليهم لا ونسيبتي ورا كانت شوا كان قلبها كان قلب نسيبتو يا شكرا انا والناس غوصنا بالجولدنز اورا بنيتي اورا وقيلا غادي نمشي انا بحالي بلادي قبل ما نمشي قبل ما تمشي واحد الحاجه دارنا في الراس كاملين بغينا نعرفوا علاش كتحيد الصباط عاد كتبدا كتعرفوا كتعرفوا البدايه ديالي هذا راه يحسين بغي عادي يزريو سيتي الكريد واخا هاد المراه هاد البنت طلبات مني باش نقول ليها علاش كنحيد الصباط عاد نخدم الاولى فاش طلعت راني حيدتو انا ملي كنطلع للملصة ولا مشيت لشي قبيله ولا راه ما يمكنليش راه هاد المهنه هي باش كنعيش انا ولادي راه ما تنحرق ما تندرس بحال الجبل والله مش كرزق الخط واني والله مشي خسر خير راه الخير ما خاص ولا اني عرفتي هاد المهنه راه عندي انا بحال الا دخلتي للقاعه بالصباط تقدر تدخل في وسط الزرع في وسط فارينه والقمح في القاعه تدخل بصباطك ما تخدرش انا راه كيجيب لي الله ملي كنطلع لهاد سميتو ولا كل شيء مجلس بحال هكا ونوض باش غادي نخدم كنحيد الصباط هادشي اللي عندي انا وكندعي شكرا الله يسترنا ويستركم قولوا امين هذا يستر ربي يا اللي ذنخ محمد السادس هذا يعاون ربي يعاون وين هذا تعاوني يعاون المخزن النخ يعاون العسكر النخ يعاون داخليا خدمة غير في خوسينين الصهر الحرمة مولاي الكريم ويذنا جمعني نار ذرا ونا يا غشايات شافا ربي ونا غري لا وموضينا ذيك عبد ربي الوسادنس ونا غري لا ونا يسافر غادي نسيود ربي سلمان هيا السفيان هيا الشبابي مزيانة تنقص ربي غير الخير هذا اسمي عبد ربي الناور السين هذا اسمي يا جربي وذماون الوالدين نسن خيار الدعوة وانتم شوط الله يسر الجميع الحمد لله رب العالمين الرشا الراولي نخبرك ابقدك انت خلي عنجا احمس